ملي كيبدا العد التنازلي والامتحانات تيقربوا، باقى سيمانه 10 ايام 20 يوم او حتى شهر، تيجيني واحد الاحساس كل مره وكل واحد كيفاش تيترجمه، وغالبا تيقول لك الخوف والتوتر. اي الوغ انا جيت اليوم باش نطمئنك ونحيد منك هذا الخوف والتوتر، ولكن عندي شروط واللي كيتمثلوا في 10 ديال الاسئله خاصك تجاوب عليهم، وغادي نطلب منك قبل ما نبداو كل سؤال تمشي تجيب ورقه وسيله، وغادي تكتب من 1 حتى 10 على هذا الشكل، واي سؤال سمعتي غادي تجاوب قدامه بوي ولا نو. سهله، يلا دير بوز الفيديو وسير جيب ورقه وسيله، انا غادي نستناك. يلا فازي. ما مشيتيش عارفك بلاتي عليك. السؤال الاول، واش كدير اللي عليك؟ واش كدمر مزيان؟ واش ما كتحسش براسك مفرط؟ واش ما كتحسش براسك مرتاح؟ واش كتحس براسك كيوجع عليك الشقيقه والحريق بالاخص ملي تكون خدام؟ واش كتحس براسك انعزلتي على المجتمع؟ واش كتحس بالوقت كالسيف وكتعطي لكل دقيقه قيمتها؟ واش كتحس بانك نسيتي راسك؟ واش كتحس بوجود الخالق وباللي الا مديتي ليه يدك غادي يعاونك وتكون كدير داكشي اللي تيحب وماشي داكشي اللي تيكره؟ بيان سير. واش ما كديباسيش 6 سوايع في النعاس ديالك وكتقول باللي النعاس باقي وقته طويل ودابا كاينه شي حاجه سميتها الخدمه؟ فوالا، هادو تقريبا 10 ديال التساؤلات. غادي تقدر تعاود الفيديو وسول راسك كل سؤال من هادو، الا جاوبتي بنعم على 8 وما فوق من هاد الاسئله غادي نقول لك سير بعينك مغمضين للامتحان، وهذاك الخوف والتوتر اللي عندك ما هو فقط الا ديال الاستعداد الجيد وباللي راك غادي في الطريق الصحيح وما تخافش منه ان شاء الله. واذا كانوا عندك 3 وما فوق من هادو اللي جاوبتي عليهم بلا، فهنايا خاصك تصحح وعندك اسبوع باش حتى هما يوليو نعم ويلتحقوا بالمكابه. اذا خاصكم ديروا داكشي اللي خاصكم ديروا بالصح وما تردوش، والاحساس ديال الخوف والتوتر فهذاك الا واحد لافي اللي تيجي اي واحد وعادي جدا، غير نفسنا اللي كتوهمنا وبعد مرات كتسرح وكتبدا تفكر في شي حوايج خايبين. مثلا عندك ناري ويلي والنفس راه اماره بالسوء، ما ديش عليها ودير دوك العشرة اللي ذكرت لك وغادي تكون ميور ان شاء الله. ومن بعد ما تسولوا راسكم هاد الاسئله، بغيت كل واحد فيكم يخلي لنا في التعليق شحال لقى، واش 10 على 10 9 على 10 8 على 10 او اقل، وكون صريح مع ذاتك، وهذا غادي يكون تقييم للنفس ديالك واللي هو مهم وبزاف، والهدف ديالنا حنا هو نصحوا لبعضياتنا باش كلشي يمشي مزيان. وإلا قدرتي بالضبط تقول لنا شنو هما الأسئلة اللي جاوبتي عليهم بالنو باش نخدموا عليهم كاملين إن شاء الله في المواضيع الجايين، وكل شيء يكون متميز وكل شيء يكون اكسيبسيونيل. اي فوالا، سيتي توس بور سيت فيديو اجوردي، جيسبر كو فوز ابلي، جو فو سويت ان غران اي ان تري بون كوراج، اي سي يو نيكست تايم.